السلام عليكم، ان شاء الله راح نبلش شرح هذا الجزء. هذا الجزء بيحكي عن الكنترول فوليوم ابروتش. يعني الكنترول فوليوم بشكل عام بدنا نحكي عن النظام بشكل عام. يعني بلش نحكي كنترول فوليوم. مثلا عندي نظام زي هيك، هذا نظام، احنا نمثل هذا ايش نظام سيستم. هذا السيستم في عندي وجود بمكان معين. كيف يعني؟ مثلا الغرفة، تدرس الأشياء اللي بتفوت بالغرفة ولا بتطلع من الغرفة، مثل الضوء، مثل الإنسان، هكذا. مثلا مثال ثاني، وعاء زي هيك، تمام؟ وعاء زي هيك، بتشوف إذا في مي لما بتفوت منه بتطلع منه، وإذا في شمس بتفوت، شمس بتطلع، هكذا. هذا الوعاء بيكون سيستم، بيكون حواليه ايش؟ هواء مثلا واي شيء ثاني. نفس الشيء السيستم هو عباره عن نظام او حدود، منطقه معينه لها حدود، لها حدود من برا، حدود تمام. هاي الحدود تفصل النظام عن النظام المحيط عنه. النظام المحيط عنه شو بنسميه؟ سراوندينج، تمام؟ هذا المحيط اسمه سراوندينج. هذا الحدود، هاي الحدود اللي هي هاي بلون الزهر، حدود. شو يعني حدود؟ اللي هي مثلا سطح الوعاء، سطح النظام، وهكذا. الباوندري ممكن تكون ثابتة، ممكن تكون متحركة. كيف يعني؟ يعني أنا عندي نظام زي هيك، هاي الحدود ممكن تكون لها سماكة، ممكن لا، أو هي سماكتها قليلة كثير. بالتالي هاي الثيكنس إلها زيرو. شغلة هسا، هاي الحدود ممكن تكون عندي كالتالي. لو كان عندي الشكل هذا، عندي نظام زي هيك، تمام. هسا هون عندي ماس، هذا حد الوعاء من هون. لو شو ما عملت فيه بضل ثابت. ليش؟ وعاء مسكر، قزاز، جنينة، كاسة مسكرة. ايش هاي بنسميها؟ فيكست باوندري. لو الحد اللي من تحت للكاسة، لو فوق فرضنا في غطاي، تمام، الغطاي انا ضغطت لتحت، شو صار فيها؟ صار هون. لاحظ الوعاء حجمه زي هيك، الحجم تغير. الباوندري شو بسموها؟ اللي هي الغطاي، بسموها moving boundary، يعني غير ثابت، تمام، غير ثابت. هسا شو اللي بصير عندي؟ بصير عندي بدنا نعرف هذا السيستم شو ممكن نفوت منه وشو ممكن نطلع منه. نعرف انه هذا السيستم ممكن نفوت فيه هواء، قصدي طاقة، يعني شمس، انرجي، ممكن يفوت فيه ماس، كتلة، ما كان. افرض انه اجى، افرض كوكب الارض هو السيستم، في نيزك، شو يعني؟ يعني فاتت كتلة، في انرجي، فات في ايش؟ فات في شمس مثلا، الشمس يكون فات. بدنا نعرف شغلة واحدة، نظام هذا ممكن انه يفوت انرجي، ممكن ما يفوت ماس، ممكن انه يفوت ماس، ممكن انه ما يفوت انرجي، هكذا. بس بدنا نحكي عن هذا الحكي. بالعادة النظام هو شيء معين من منطقة في الفضاء وذلك للدراسة، يعني مثل الكاسة، شيء خارج هذا المنطقة يسمى سراوندينج، حكيناها. الجزء اللي بيفصل النظام عن المحيط هو الباوندري. ممكن تكون باوندري ثابتة متحركة. الحدود هي سطح تلامس مشترك بين النظام والمحيط، فبالتالي بالعادة الحدود ما بتكون سماكة صفر. أنا حكيت بتكون سماكة صفر، هي لا، هي ما بتكون سماكة صفر. بالتالي لا يمكن أن يحتوي النظام على كتلة في الفضاء أو في الهواء. النظام جواته يكون، أن يكون النظام مغلق أو مفتوح، وذلك يعتمد على الكتلة الثابتة أو الحجم الثابت اللي في النظام الذي ندرسه. زي ما قلت لك، ممكن يفوت إنرجي، ممكن يفوت إيش؟ كتلة. النظام المغلق بسميه كنترول ماس. كيف يعني مغلق؟ كتلته ثابتة، ما بتفوت في الكتلة أو تخرج، ممكن تخرج، بالتالي النظام أو تدخل، فبالتالي النظام بيكون الحجم غير ثابت. النظام المغلق كتلته ثابتة، يعني
ما بتخرج أو قلب مفتوح بالنسبة للطاقة. كيف يعني؟ ببساطة، الطاقة زادت وطلعت يكون حجم متغير. إذا الكتلة زادت وطلعت بيكون متغير، تمام؟ بالتالي الكتلة الثابتة نسميها كنترول ماس. إذا الحجم ثابت بيكون كنترول فوليوم. بس هي ملخص. بقول لك ممكن في حالات خاصة للكتلة ولا الطاقة بنتقله بنسميها ايش؟ بنسميها نظام معزول. هذا اللي انا حكيت عنه. انت انا ممكن يكون عندي موفينج باوندري، عندي فيكس باوندري، عندي الكلوست سيستم النظام المغلق، الماس ما بتنتقل لكن الطاقة ممكن تنتقل. هذا ايش؟ الكنترول فوليوم. النظام المفتوح بالعادة بسموه كنترول فوليوم، حيث يتم انتقال الكتلة والطاقة، يعني بصير تغير بالحجم والكتلة. يعني لما تسمع كلمة فوليوم يعني ماس والانرجي بنتقلوا، تمام؟ كنترول فوليوم الماس والانرجي بنتقلوا، اما الكنترول ماس الماس ما بتنتقل ولكن الانرجي تنتقل. اذا شفت يعني شو تعرف الكنترول فوليوم او شو خصائص الكنترول فوليوم؟ بس ماس اند انرجي كان كروس ذا باوندري. بس هذا الحكي حكي فاضي، اغلب المهندسين بيهتموا بدراسة التدفق الخارجي من النظام، بعد السيارة لما ندرس منطقة شوية بختار كان كنترول فوليوم. الباوندري باوندري كنترول فاليوم ممكن نسموها كنترول سيرفيس، يعني ممكن تكون حقيقية أو خيال. يعني مثلا عندي هذا نزل اللي أخذناه بشابتر 4 في المي، نعرف إنه هو حدود من أنبوب. أنبوب حدود الأنبوب حدود خارجية فهي حقيقية، ولكن أنا لما كنت أعمل معادلة تكمولي كنت مثلا سكشن 1-1 سكشن 2-2 أنا أفرض إنه عندي النظام بس هيك مثلا، أنا إيش تكون imaginary boundary خيالية. يعني أنا بحكي أنا مثلا عندي هذا هيك، هول حدود الأنبوب الأصلية فهي إيش؟ ريال. أنا لما أجي أدرس النظام بطلع أحكي إيش؟ والله أنا أدرس زي هيك، هون هون أنا حطيت حدود من عندي، حطيت حدود من عندي إيش هي؟ الإيماجينري يعني خيال، إيماجينري يعني خيال. نبلش نحكي عن الكنترول فوليوم. كنترول فوليوم هاي العادة نطبقها على الفيكست فوليوم زي ما حكيت لكم على الفيكست فوليوم. بيقول لي بكل بساطة الكنترول فوليوم انه الماس فلو ان يساوي الماس فلو اوت، الماس اللي بيدخل يساوي الماس اللي بيخرج. يب لما يساوي بعض في عندي زيادة او نقصان. كيف يعني؟ انا المفروض عندي يكون الماس اللي بتدخل يساوي الماس اللي بتخرج، واذا ما دخل ما كانت تحتها يكون في تغير. الماس اللي دخلت اعلى من اللي خرجت شو اسمه؟ يكون في زيادة بالكنترول فوليوم، يعني بزيد الحجم. يعني أنا عندي وعاء هيك وهاي فتحة، هاي أنا بصبها، المي اللي صبيتها أكثر من اللي طلعت، المي لفترة معينة بتفلل. إذا المي اللي طلعت أكثر من اللي فاتت لفترة معينة الخزان راح ينفض، خزان ينفض. بالتالي إحنا الكتلة اللي بتدخل وبتطلع بنمثلها بالكيو أو بالماس فلوريت اللي هي كيو أخذنا بأول كتر أو الأندوت حسب. تمام حسب. فاسمنا نبلش نحكي عن ايش؟ نبلش نحكي عن الكونتينيوتي ايكويشن. الكونتينيوتي ايكويشن بكل بساطة انه عبارة عن الكتلة اللي بتدخل تساوي الكتلة اللي بتخرج بدون زيادة او نقصان، بدون زيادة او نقصان. بالتالي انت بتلاحظ بهذا الشكل، لو عندك هاي نقطة 1 هاي نقطة 2 هاي نقطة 3 هاي 4 هاي 5، لكن بكل بساطة النقطة 1 فايتة في السيستم والنقطة 2 فايتة في السيستم، ولكن نقطة 3 و 4 و 5 خارجة من السيستم. فعرفت مبين هذا السيستم عندي ايش بفوت فيه وهذا ايش بيطلع منه. بالتالي انا شو بحكي لما احل؟ بحكي بكل بساطة النقطة المجموعة اللي بدخل sum of entering مثلا تساوي sum of leaving. بالتالي شو اللي بدخله؟ في واحد زائد Q2 شو بدهم يساووا؟ Q3 زائد Q4 Q5. لو انهم مش متساويات يكون في عندي زائد دلتا Q. دلتا Q شو يعني؟ تغير في Q. ممكن بدل Q تكون M dot هاي M dot 1
ام دوت 2. بس احنا من خلال الامثله نعرف متى نحط ام دوت 2 متى نحط مجموع كيو ان ومجموع كيو اوت. واذا انا بحكي عن الماس روب في الرو، ليش؟ لانه الام دوت تساوي رو في كيو. اذا السائل متساوي نوع نفس السائل في الرو بتروح مع رو بضل كيو بتساوي كيو، السائل المختلف بتطبق رو. ناخذ عليها امثله ان شاء الله راح نحل المرة الجاية. الفيديو هذا 1 2 3 4 الأسئلة هاي كلياتها. نعطيكم ألف عافية.